حاجات هناك ايه؟ أمنية؟ بسم الله ما شاء الله، البت زي القمر، طلعت أخويا بجد. بس هي عندها مشاكل في النظر ولا حاجة؟ يعني بصيت لك ليه؟ أنا معرفش. أبي أبوس إيدك، بلاش تشرد لي دلوقتي خالص. لا أنا هسيحلك. لا بقول لك إزيك يا أمنية؟ صباح الفل، أخبارك إيه؟ أبي رضا؟ أمنية أبي. ازيك؟ عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضل اتفضل. مبسوطة اني اتعرفت عليك. فهمي على طول بيكلمني عنك. لا ما هو فهمي رغاي فظيع، انا عارف. بيموت في الهزار. ايه اللي ايه يعني؟ هي مش عارفة يعني ولا ايه؟ طب بذمتك فهمي مش رغاي؟ بصراحة شفت؟ انا ما بغيبش حاجة من عندي. بجد والله. اهو بقى اللي حكالك عني كل حاجة ده ما قاليش عنك كلمتين على بعض. كل ما اسأله عليكي وشه يحمر ويتكسف. معقولة؟ فهمي بيتكسف؟ اه جدا، لدرجه ان انا ما اعرفش ان انت زي القمر غير دلوقتي لما انا شفتك. ايه ده، احنا هنعاكس ولا ايه؟ ما تخلي عندك دم يا اخي وتقوم تجيب لنا حاجه نشربها بقى. طيب حاضر.